إطار لوكالة الأناضول، منشور في الأول من يونيو حزيران من العام 2021 بعنوان الجزائر، 6 انتخابات برلمانية خلال 30 عاماً. تجي الجزائر في 12 من يونيو حزيران الجاري 7 انتخابات برلمانية، هي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة. انتخابات من شأنها أن تغير هذه المرة الخريطة السياسية للبرلمان الذي هيمنت عليه أحزاب الموالاة. في العام 1991 كانت أول انتخابات تجري بعد أحداث أكتوبر، والتي أدت إلى إلغاء نظام الحزب الواحد والسماح بتشكيل أحزاب سياسية. في العام 1997 انتخابات شابتها تهم كثيرة بالتزوير بعد فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تأسس قبل أشهر بأغلبية المقاعد. جرت هذه الانتخابات في عهد الرئيس اليامين زروال وعقب تعديل الدستور في العام 1996. انتخابات 2002 جرت عقب وصول بوتفليقة إلى الرئاسة وتبنيه سياسة المصالحة الوطنية وإعطائه الأولوية لجبهة التحرير الوطني على حساب التجمع الوطني الديمقراطي، وكلاهما مواليان للسلطة. 2007 تميزت بحفاظ حزبي الموالاة على موقعهما، بينما انهارت حركة الإصلاح الوطني التي أسسها عبد الله جاب الله عقب انسحابه من حركة النهضة بعد حركة تصحيحية أطاحت به من قيادة الحزب. عادت حركة مجتمع السلم لتزعم التيار الإسلامي في أول امتحان لرئيسها الجديد أبو جرة سلطاني عقب وفاة مؤسسها محفوظ نحناح. 2012 دخلت هذه الانتخابات مرحلة الرتابة باستمرار فوز حزبي الموالاة بأغلبية المقاعد وتشظي الأحزاب الإسلامية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، ما اضطرها مجبرة إلى الدخول في تحالف سمي الجزائر الخضراء، ضم حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح، لكن ذلك لم يوقف تراجع الإسلاميين. 2017 تميزت بدخول رجال الأعمال وبقوة إلى الساحة السياسية وشراء الأصوات وحتى المراتب داخل قوائم الأحزاب، ما أدى إلى صعود أسماء تحوم حولها شبهات فساد. اعتقل بعضهم بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم وحكموا. برز في هذه الانتخابات حزبان جديدان مواليان للسلطة، ولدا من رحم حزبين معارضين، ما جعل أحزاب المعارضة منهكة من صراعاتها الداخلية وانقساماتها وعزوف نسبة هامة من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. اختاروا بعد ذلك التوجه نحو الشارع للمطالبة بتغيير جذري لطبيعة النظام بعد استشراء الفساد المالي والسياسي. وبينما تراجع الإسلاميون من المرتبة الأولى في العام 1991 إلى الثانية في العام 1997، ثم استقروا ثالثاً منذ العام 2002. أما الأحزاب العلمانية فبعد أن حلت في المرتبة الثانية في انتخابات عام 1991 اختفت تماماً من قائمة الثلاثة الكبار الفائزين بمقاعد البرلمان.